أسماء بنت يزيد، وقالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين ليصلح بينهما، ليصلح بينهما. نعم، اللهم اهدي قلوبنا، قولوا وسدد ألسنتنا، اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. نسألك التوفيق يا رب، وما توفيقي إلا نسألك التوفيق يا وهاب. ألهمنا الصواب، إن ألهمت الصواب عرفت كيف تتعامل مع ولدك، مع زوجك، مع أمك، مع أختك. أما إذا لم يوفق للصواب يكون خرابا للبيوت أبدا. كما قال لي رجل زوج ابنته، نعم زوج ابنته، الذي خرب حياتها عمها، عمه أخو زوجها، أخو أبيها، هو الذي خرب حياتها. كل ما ذهب يتدخل، هاي اصنع كذا ولا تصنع، دعك من هذا، هذا دليل فشو الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فكل من يتدخل فيما لا يعني فاعلم أنه جاهل، ولو لبزي العلماء، ولو لبزي العلماء فهو إيش؟ من حسن إسلام تركه ما لا يعني. شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم رضي الله عنه، نعم يقول: أنا أذهب إلى بيت ولدي، نعم الشيخ وائل كان وقتها، نعم في عقبة يسكن، قال: أدخل أنا وزوجتي، نعم طاب لنا المجلس قعدنا، ما طاب لنا المجلس خرجنا وتركناهما مسرورين، عكس ما يصنع أكثر الآباء والأمهات اليوم. وهي زوجتك ليش عاطية وش، وهي بدها تأديب، وهي خرب له حياته، رمى قنبلة ثم ذهب. أو الأم تصنع هذا وليش ساكت لها؟ وليش مطمعها؟ لا. لا، إن لله وإن إليه. واقع، سامحوني، هذا واقع أليم فشى في جل الأمة، لكن الناس يعني ما يتكلمون. شو سيدي، مشايخ بيسكتوا، كثير منهم ما بيتكلموا، الناس بظن والله إنهم على خير. لا والله، لا والله، هذا البلاء الآن دمار البيوتات، والله ليس بخير هذا، والله ليس بخير هذا، ليس بخير، ما ينصح. طيب ليه ينصح؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله. قال والله بيزعل واحد، قال لي والله أنت هيك حكيت مرة عن النسوان، قال لي حيخف رصيدك عند النسوان. مين قال لك أنا سأل عن النسوان؟ عرجال ما يسأل حتى عن النسوان. قلت أنا مرشح حالي بمجلس النيابي حتى بدي أنا أصوات؟ والله شيخ هيك عم يقول، مو عيب عليك أنت تبحث عن أصوات الناس أنت؟ أين نصحك لوجه الله؟ أين نصحك؟ أبدا. لله در الحق، ما ترك لعمر صاحبه لوجه الله إلى قيام الساعة. نقول سيدي أبو حفص عمر الخطاب ناطق بالصواب رضي الله عنه، ما يبالي بها تسأل عن فلان، انصح أنت، انصح. والعهد أخذ على العلماء أن ينصحوا وأن يبينوا وألا يكتموا، وألا يكتموا. تراعي مشاعر الناس تسكت؟ لا والله، لا والله. لما ربي أمر بإهلاك قرية قال الملك قال يا رب إن فيها عبدك فلان العبد الصالح، قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجلي، رأى المنكر هو ساكت، لم يتمعر وجهه من أجلي. تخاف أنت على مالك أو على منصبك أو تخاف؟ الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. أحد الصالحين كان عنده هرة، كان يذهب إلى اللحام، اللحام يعطيه السقط، هي بسموه شخت شخات، السقط في لغة العرب، نعم يعني ما يرميه لتلك الهرة. في يوم من الأيام رأى هذا العبد الصالح منكرا عند هذا الجزار، نعم، فذهب إليه ونصحه،
فالجزاء مباشرة قال لهم بعد اليوم ما تأتي تأخذ طعاما لهرتك؟ فقال له العبد الصالح قال له أنا صرفتها قبل أن آتيك لأنني عرفت أنك سوف تمنع طعام الهرة بسبب النصيحة. قال له أنا صرفتها قبل ما أجي لعندك، وانت علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وانصح لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يتولاك وهو الذي يرزقك. أسأل الله التوفيق. وقد يتعلق بي ضرر غيره كذب، يا ما مفاسد تحصل، وأحيانا جرائم قتل تحصل بسبب إيه؟ بسبب الكذب. يا ما هناك ما أكثر القطيعة بين المسلمين اليوم، نسأل الله تعالى السلامة بين الأحباب وبين الجيران. سبب ذلك إيه؟ الكذب، والعياذ بالله. غيبة، نميمة، كذب، نعم، تقع الفتنة فيما بينهم. كثر ربما يقول لك فلان أنا ما يكلمني من سنة من سنتين، بعد السنين يجتمعان، الأمر كيته وكيته، أنه ما بالك أنت تقاطعنه؟ قال أنت قلت عني كذا وكذا. قال والله ما عندي خبر في هذا، ما والله ما عندي خبر في هذا، يقول والله ما عندي خبر في هذا. فكذاب هو الذي فرق بين الحبر، ذاك لا تصدق، هذا فاسق، فاسق، هذا نمام كذاب فاسق، هذا فاسق، لا تسمعن منه. من نم لك يوسف نم عليك، يأتي إليك يقول فلان كذا، نعم، ليسمع ما تقول عنه ليخبره بذلك. تتقد الفتنة بينك وبين أخيك؟ لا لا لا. أما لو نحن أهن الفاسق هذا النمام، أنت طردته يا نابلسي، وهذا طرده، وهذا خلاص يذل. لكن مشكلتنا أننا نكرم هذا الفاسق النمام، والأخوك قال كذا وكذا، إيه يا ولد اغلي له فنجان قهوة، بده يسمي الآتولي يقتل هذا، أبدا. تكرمه تعظمه يزداد في غيه وضلاله، نسأل الله السلامة. قال رب جهل فيه منفعة ومصلحة، والكذب محصل لذلك الجهل، فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا. الله أكبر، ربما في بعض المواضع الآن سيفصل هذا. نعم، قال ميمون ابن مهران إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلا يسعى وآخر وراءه بالسيف فدخل دارا فانتهى إليك فقال رأيت فلانا؟ ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق به؟ فهذا كذب واجب، هذا كذب واجب، لعقه بيد يريد أن يقتله. قال أين فلان؟ ما رأيت؟ تقول أنا ما رأيته. والله تقول دخل هنا يدخل فيقتله؟ لا، فيكون الكذب واجبا. الله أكبر.